وعملهن. ففيه حث للمرأة أن تكرم جاراتها ولا تحقر من المعروف في إكرامها لجاراتها شيئا، لا تحقر المعروف شيئا. لو ترسل لهم قطعة من الخبز أو مثلا حبة واحدة من الفاكهة أو مثلا قليلا من العصير أو فرسا شاة أو قليل من اللحم، لا تحقر شيئا من المعروف. وسبحان الله، أحيانا ترسل جارة لجارتها خبزة واحدة وتظن أنها قليلة، وتصادف عند جارتها حاجة شديدة حتى ولو كان بيتا غنيا، تصادف حاجة شديدة فيفرحون بها، ولو لم تصادف حاجة فإن الجارة تشعر بماذا؟ بمحبة جارتها لها وذكرها لها وإحسانها إليها، وهذا يمتن ماذا؟ العلاقة بين الجيران. والذي يعيق هذا الأمر الذي يعيقه ويعطله بين الجيران ما هو؟ نعم، هذا قليل، هذا ما يكفي، لا ترسل هذا، هذا يحرجنا مع الجيران، ما يكفي هذا، هذا عطل كثير من الخير، عطل كثير من الخير. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة، قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. هذا الحديث يعدل مشكلة موجودة في المجتمعات، وهي احتقار المعروف، احتقار القليل. جابر بن عبد الله رضي الله عنه روى عنه ابن أبي الدنيا في كتاب له لطيف بعنوان قرى الضيف، أي إكرام الضيف، قال: هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل، يعني يدخل عليه ضيف في بيته، هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه، يحتقر فيما بيته أن يقدمه. إذا جاءك ضيف ودخل عليك في بيتك، لا تحقر شيء عندك في البيت، لا تحقر شيئا عندك في البيت. وأحدثكم بحديث عني لأول مرة أذكره. قبل سنوات طويلة سافرت إلى إحدى الدول، وكنت في طريق فرأيت واحدا من طلاب الذين تخرجوا في الجامعة، قال لي: بيتنا هنا، أريد أن تتفضل، أفرح بدخولك البيت. وأنا في طريق سفر، يعني وقفنا في منطقة، وسبحان الله لقيته، قال: هنا بيتنا قريب من الشارع أمتار. فدخلت إلى بيته، وكان أرض المجلس الغرفة صغيرة تراب، فذهب يركض وجاء بحصير وفرشة وجلست عليه، ودخل بيته وجاء لي بكأس فيه ماء وقليل من العسل، قليل جدا من العسل، حركه بهذا الماء، والله ما ذقت ألد منه في حياتي. إي والله، كان من ألد ما يكون. وربما لو أنه قال: ما عندي في البيت شيء، وماذا أصنع بشخص يعني درسني أو كذا وأستضيفه في البيت، ماذا أقدم له، لو حقر شيئا ربما ما دعا ولا حرص على الإتيان، لكن قدم هذا الكأس، والله من أجمل الضيافات التي مرت علي في حياتي، جميل جدا، وكان له لذة فيما رأيت في نفسي ما توصف، وخرجت منه وأنا أتلذذ طعم هذا العسل القليل الذي حركه، حتى كان قليل من العسل، يعني ما كان عنده شيء. فهذا شاهد الآن، يقول: لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا. وأثر جابر يقول: هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل من أخوانه فيحتقر ما في بيته، فيحتقر ما في بيته أن يقدمه. أيضا يشير إلى هلاك آخر: وهلاكم بالقوم أن يحقروا ما يقدم لهم. الأول يتعلق بمن؟ بصاحب البيت، والثاني يتعلق بالداخل عليه. إذا دخلت على أحد وقدم لك شيئا وكان الذي قدمه قليل، لا تحقر، هذا هلاك، هلاك بك أن تدخل على رجل ويقدم لك ما تيسر وتخرج وتحقر الذي عنده، وتقول: ما قدم شيئا وما فعل شيئا، هذا هلاك بك أنت، والأول هلاك بصاحب المنزل. ومن حقر القليل
من حقر القليل لم يبذله، من حقر القليل لم يبذله، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه، يذهب بعضهم ويستدين يقول عندي فلان ضيف وكذا، يروح يستدين ويرهق نفسه ويشق على نفسه، وإذا أراد أن يفعل هذا المسلك ما يستطيع أن يستمر إذا مع أضيافه، لأن هذا مشقة عليه. فمن حقر القليل لم يبذل، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه، أو لا يقدم شيئا أصلا، أو لا يقدم شيئا أصلا. ولهذا قيل إنما تقاطع الناس بالتكلف، هذه كلمة عظيمة جدا، إنما تقاطع الناس بالتكلف. ما معنى هذا الكلام؟ إنما تقاطع الناس بالتكلف. الآن لما أريد أنا ما تكون ضيافتي للناس إلا على مستوى عالي، وإذا كان هذا المستوى العالي ليس موجودا عندي لن أضيفهم، إذن تقاطعنا، ما أصبحنا نتواصل ويدخل بعضنا بيوت بعض ونتزاور، لأن يقول في نفسه ما عندي شيء، لأن الشيء عنده ماذا؟ هو التكلف. والتكلف إذا وجد أوجد مثل هذا التقاطع، حرم الناس من الخير. بينما إذا صححوا هذا المفهوم وعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالهم وحصل لهم الخير العظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على صلة الجارة ولو بظلف شاه، وفي معناه الحديث الآخر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني الأول يقدم فرسا شاه، وهنا يقدم ماذا؟ قليل من المرق، يعني ماء فقط به طعم الإدامة الذي صنعه، فقليل من الماء، لا يحقر من هذا شيئا، قليل من المرق أو فرسا شات أو قطعة خبز أو أي شيء، لا يحقر جار لجاره شيء من ذلك، ولا تحقر جارة لجارتها شيء من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يديم المودة وأن يعظم المحبة بين المسلمين والألفة، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.